المتخصصه للدفاع عن هذه القضيه او الجمعيات المدنيه والحقوقيه التي اجتمعنا اليوم كاعلاميين واعلاميات مغاربه تلبيه لنداء نقابه الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين لجعل هذا اليوم 26 فبراير 2024 بدايه كسر الصمت فيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزه. انتم تعلمون على ان حجم الجرائم التي ارتكبت لحد الآن متعدد، وصلنا على الأقل في صحفية وصحفيين إلى 124 صحفي وصحفية اغتيلوا في هذا القطاع، وما سيحدث في رفح سيكون أبشع مما سبق. ولهذا إذا كانت الآلة الإعلامية والدبلوماسية تريد أن تنوم العالم لكي تنهي ما تبقى من جريمتها، فعلى الأقل يجب أن نستيقظ من أجل أن نقول للعالم الحقيقة. الاحتلال عمره عشرات السنين، الشعب الفلسطيني يتطلع للحرية، يتطلع للسلام، يتطلع للاستقرار، له حق تقرير مصير وإقامة دولته. يجب أن ينتهي هذا الاحتلال. لهذا السبب نقول أن صوتكم مهم، الصوت المغربي مهم، الإعلام مهم، لتصل الحقيقة إلى العالم ويتشكل رأي عام ضاغط على هذا الكيان المحتل، على عملية الإبادة الجماعية. ما يجري هو إبادة جماعية، ولكن للأسف الشديد بعض الدول وعلى رأس الولايات المتحدة تحمي هذا العدوان بالفيتو الأمريكي، بالسلاح الأمريكي. نريد أحرار العالم أن يتحركوا لوقف هذا العدوان، وصدقوني أن كل العالم وكل الإنسانية بجهة، والاحتلال الإسرائيلي مدعوم من بعض الدول الغربية في جهة أخرى. تقف وقفة تضامن مع الصحفيين الفلسطينيين. وقفتنا اليوم تنطلق من الرباط لتمتد إلى مدن أخرى، حيث يوجد الصحفيون المغاربة، يوجد تضامن مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يبادون اليوم بشكل يومي وممنهج من طرف آلة القتل الإسرائيلية. من هنا نقول على أن الحقيقة لا يمكن أن تحجب ولا يمكن أن تقتل، والحقيقة أننا أمام حرب إبادة ممنهجة يذهب ضحيتها الشعب الفلسطيني الأعزل، ويذهب ضحيتها نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا ومرضى، ويذهب ضحيتها أيضا بشكل ممنهج الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين والفلسطينيات. وقفة الصحفيون المغاربة اليوم أمام النقابة الوطنية للصحافة المغربية هي رسالة تؤكد على الدور التاريخي للصحفي المغربي وعلى علاقته بالقضية الفلسطينية، ليس كمناصر بل كصاحب قضية. يتعرض الصحفيون الفلسطينيون في هذه الحرب إلى أبشع أشكال القتل، إلى أبشع أشكال الاستهداف المتعمد. هناك أكثر من 180 صحفيا أو عاملا في قطاع الإعلام تم قتلهم بشكل متعمد في هذه الحرب. الآن نحن بحاجة إلى تصعيد حركة التضامن لحماية الصحفي الفلسطيني أولا، وللانتصار للحق والقوانين والأخلاق الدولية في هذا الشأن، وثانيا لحماية الشعب الفلسطيني من المجزرة التي ترتكب بحقه. رسالة اليوم من الصحفيين المغاربة هي تأتي في هذا الإطار، وهي تؤكد بأن الصحفي الفلسطيني ليس لوحده.